سي عبد الصادق بيطاري اليوم كانت ندوة خصتوا على الشنقة اللي وقع بينكم وبين المجرية الجهوية وزارة الشباب والرياضة حول القاعة بن شقرون و انتو بالنسبة لكم سي عبد الصادق كيفاش تدارستوا الوضع ديال هذا الحالة؟ أولا شكرا للمنابر الإعلامية الحرة اللي حضرات من أجل باش تعرف الحقيقة ما يجري داخل القاعة المغطاة بن شقرون. فبالتالي احنا ما درنا ندوة صحفية إلا باش نخرجوا الحقيقة للرأي العام، وما كناش بنا نخرجوا بهذه الطريقة هذه لولا ما تم ترويجه داخل المجتمع المراكشي. فبالفعل قاع المغطاه تسير وتدبر من طرف نادي الكوكب الرياضي المراكشي في اطار شراكه مع الوزاره الوصيه لمده 25 سنه لغايه تنتهي ان شاء الله نهار 23/6/2018. فبالتالي وهو مساله قانونيه واداريه ان الوزاره راسلتنا في شخصيه الوزير اللي هو الوزاره الوصيه وهو الممثل القانوني ديال الوزاره، راسلنا تيطلب فسخ ديال العقده. فبالتالي عده ملاحظات كانوا في المراسله ديالو، جاوبنا عن طريق مفوض قضائي وجاوبنا عن طريق المحامي ديالنا، وضعناها في البيرو في مكتب الضبط بالوزاره. فبالتالي السيد الوزير راسل المراسله ديالنا والجواب ديالنا للسيد المدير الجهوي. السيد المدير الجهوي جاب مفوضين قضائيين اللي داروا زياره للقاعه المغطاه، فكانت كالاخذ والعطاء للمراسلات. هذه مساله حتى لهنايا مساله جد عاديه، التواصل مستمر، والسيد المدير الجهوي اخ ديالنا واطار مراكشي ونعترفه بامكانياته في السير والتدبير. الا انه حينما يتم ترويج لبعض البنود الغير الوارده داخل الاتفاقيه ويتم ترويج لاقوال اللي هي عباره عن تحريض جهات معينه ضد جهات اخرى. فبالتالي تدخلنا من بعد، وصلنا واحد الاوديو ان السيتي يعطي السيد المندوب معطيات مغلوطه، كمثلا ان الكوكب تطالب بعشرات المليار ديال السنتيم، وهذا كاذب وبهتان، بل نطالب حددنا المصارف اللي درنا اللي هي خلات بها الوزاره فيما يقدر 14 مليون ديال الدرهم، ولا شفتوا الوثيقه اللي حطنا عند السيد الوزير. المساله الثانيه ان الحصه تكترى ب 500 درهم وهذا كاذب وبهتان. الحصه بان كاين هناك جمعيه لم يتطرق بان الكوكب تؤدي فاتوره الماء والكهرباء، الكوكب تؤدي فاتوره التقنيين والمدربين والاطر التقنيه وايضا المدير التقني المعين من طرف المندوبيه. كل هذا الشيء في الاتفاقيه ما خبرش به الناس اللي كانوا معاه في الاجتماع. اما باش نعيط واحد المجموعه ديال اللي حس في النفس ديالنا واللي هو ما قبلوش الاخوان، هو ترويج وحتى الجمعيات على كتابه عرائض. فبالتالي حنايا تنزهنا على باش نشوف هذا المسار، واتخذنا الاجراء اننا نديروا لقاء مع المنابر الحره ومع الاعلام، واعطينا وجهات النظر ديالنا كيفيه التسليم. فاللي تيقولوا بانهم حرومين من القاعه، اتحدى اي واحد جاب شي طلب للقاعه وما تلمش التلبيه ديالو. جميع الجمعيات والهيئات المنضويه تحت لواء الجامعات تمارس بالمجان، جميع التظاهرات الوطنيه والدوليه بالمجان باستثناء المؤسسات الخصوصيه تأدي واحد المبلغ اللي هو بسيط فيما يخص النظافه فيما يخص تسديات واجبات الماء والكهرباء. اما فيما يخص هذه الجمعيات المدنيه اتحداها، عندنا اما فيما يخص اتحدى بنقد ما الطلب. المساله الثانيه فيما يخص البوليس، تحيه لرجال الامن والسلطات المحليه، تحيه للموظفين، تحيه للمؤسسات العموميه، يمارسون داخل القاعه بالمجان، ونفتخر بذلك لانه يقدموا لنا خدمات جليله من اجل استثبات الامن ومن اجل باش تدوز واحد التظاهرات رياضيه داخل مدينه مراكش بواحد المواصفات كبيره. حنا بلغنا السيد الوالي بهذه الامور هذه اللي تتم، فبالتالي ما خفاش عندنا اننا نجمعوا حتى حنا 200 جمعيه ولا 400 جمعيه ولا 10000 منخرط ونديروا وقفات احتجاجيه، ولكن نتنزه على هذه الامور لاننا نطبق ما يطبقه وما ينادي به سيدنا اننا بلد امين ونسعى الى التنميه الرياضيه. فلا قبضوا استهلاك كاع الوزاره هاد القاعه، راه من حقنا اننا نمارسوا على المجموعه على الجمعيات ديال الكوكب والفروع ديال الكوكب انهم يهود حتى هما من المجتمع المدني ديال مدينه مراكش، سواء تدبروا من طرف الجامعه او من طرف الوزاره الوصيه او من طرف نادي الكوكب الرياضي. فاحنا غادي نستافدوا وغادي نستافدوا، وحنا يدروك راه الكره راه كاينه عند السيد الوزير. وحنا درنا لقاء مع في الوزاره ان غادي يتم لقاء مع السيد الوزير وغادي نشرحوا له جميع المعطيات. اما السير رضوان الخيرات فيدينا مفتوحه عليه، وحنا مستعدين للحوار، مستعدين نقعدوا معاه، ورانا نقعدوا معاه في اطار علاقات شخصيه بوحده واطار علاقات رياضيه هذه راه بوحده.
شكرا. شكرا.